النهارده معانا خبر مفرح جدا عن بطل من ابطال مصر، هو اسمه عزمي محلبه، هو بطل مصر في الرمايه، حقق انجاز، عايز اقول لحضراتكم انجاز فعلا تاريخي بعد ما توج بذهبيه كاس العالم للرمايه واللي اقيمت في قبرص. محلبه فاز بالذهبيه بعد ما نجح في تحقيق هنا كام 36 طبق من اصل 40، ده اعتقد رقم عظيم جدا في النهائي، متفوقا على الايطالي تامارو كاساندرو، ده صاحب الميداليه فضية برصيد 35 طبق. حقق الفرنسي كمان إيريك ديلاني الميدالية البرونزية، وكان عزمي بحلبة البطل المصري تأهل للنهائي بعد تحقيق 122 طبق من أصل 125، ده كان في النصف النهائي، وبعد كده بنعتبره أو هو بيعتبر واحد من أبرز لاعبي الرماية في مصر، حقق العديد من الإنجازات، بنتكلم السنة اللي فاتت، واستطاع كمان تحقيق برونزية كأس العالم بقبرص وبرونزية الجائزة الكبرى بالمغرب، ذهبية البطولة العربية أيضا بالمغرب، وفضية الفرق ببطولة العربية كانت أيضا مقامة بالمغرب، وأول رامي ويعتبر مصري بيحقق ميدالية في بطولة العالم، لما طبعا حقق بين برونزية بطولة العالم كمان بإسبانيا، ده كان عام 2014، وعايز أقول لحضراتكم لسه التاريخ مستمر، استطاع أيضا التأهل للأولمبياد طوكيو بعد تحقيقه برونزية كأس العالم بفنلندا كان 2019، وشارك أيضا في أولمبياد لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016 وطوكيو مؤخرا 2020. يعني أنا تعبت وعمال أحكي التاريخ والجوائز والحاجات اللي فاز بيها، مبروك لينا جميعا بطلنا عزمي محلبة. أي شخص أو أي بطل مصري أو أي مواطن مصري بيرفع اسم مصر في أي محفل دولي، أعتقد هو بيرفع اسمنا جميعا، حاجة بنتشرف بيها جميعا، وأعتقد ما فيش حد بيبقى مش سعيد بإنجاز أو بحد يعني بأي مصري بينجح فعلا في الخارج، فحاجة أكيد محترمة جدا. نتمنى كمان أن هو يشارك بقى في باريس 2024، إحنا متوقعين أن مصر بإذن الله تحقق ميداليات كتيرة، لأن إحنا اتكلمنا أن طوكيو يمكن مصر ما كانتش يعني من الدول اللي حصلت على ميداليات كتيرة، ولكن كان عندنا ظروفنا، لكن احنا واخدين وعود واخدين كده زي ما بتقال امل كبير جدا ان احنا عندنا اتحادات مختلفة بتشتغل من دلوقتي علشان ان شاء الله اولمبياد باريس 2024.